السلام عليكم ورحمه الله حبايبي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير ان شاء الله. جيت نشارك معكم شويه اللقطات في الاحتفال ديال السنة المزوري. مي بنات كما شفتوا الحلوه اللي درت لهم، غير الحلوه هكا ديال الليمون، المهم قبل علينا وصافي. الاحتفال ديالنا غير ديال الدراوش على قد الحال، ها نتوما العصيده وركيم نبس بعد الحبوب، مهم شويه 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 هاد التمر شويه، المهم هو البريد ديال تاعي على قدنا. هانتوما سكوين غادي تقدم لكم داكشي اللي جنا، ها هي كتقبزي وغادي تقدم لكم ان شاء الله. يلا بقاو معنا. السلام عليكم لحبابي العزاء، هذا نقدم حق هذا نقدم اطباق اطباق سناء مزيغي. ما سنسيك كله عن الله. أتاي تقول لا. أتاي تقول لا الحلوة. مكسرات. مكسرات. دا الحلوة. الحلوة. كانت منا تكلمنا يوزكم اللبسة ديالي ديال الشلحة، قوليها لي في الكومنتير. المهم حبيبي العزاز، هانتوما شاركت معكم شوية شوية اللقطات اللي درنا والعصيدة درنا فيها الحرف ديال التلفينة. المهم احتفال بسيط جدا، غير بغيت نفرح الدراري صافي، واخا ما شاركت معكم اليوم كتير ديال الكيكارة ولا المهم كيكة عادية بجوج بيضات والليمون، المهم المقادير ديال الكيكة عادية صافي خواتاتي. المهم هانتوما ها ودي من المهم شاركت معكم شوية شوية، نتمنى يعجبكم هذا الشيء ان شاء الله وتبارطاجيو، وسنة مزيغية سعيدة على كل المتابعين ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. هاي مزيغ انتي مزغة المخاري قد غصة هنفرح العيد نغاية إذا زيد السبتين.